في خبر آخر أيضا أطلقته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خطة استخدام النطاق الترددي لأنظمة الاتصال المركبة بالأشياء، وتهدف هذه الخطة لمواكبة التطورات المتسارعة في أنظمة النقل الذكي وتمكين المركبة الذاتية القيادة وتوفير البيانات الإرشادية لقائدي هذه المركبات. الله، جميل جدا. يعني هذا من احلى الاخبار اليوم. انا بالنسبه لي راح يريح ناس كثير، يعني يمكن كثير ناس ممكن تعتمد على السائق في مشاويرها او في روحتها او في جيتها، لكن المركبات ذاتيه القياده اليوم بتحل ازمه. الواحد يقعد مريح والمركبه توديك للدوامك، ترجعك وتوديك للمشاوير حقتك وترجعك. يعني انا بالنسبه لي مبسوطه. انا هاي هنا التقنيه، هنا التقنيه تخدمنا. هنا انت، لا انت ما تخيل وعلي. لا بالعكس، اركب سياره بدون سواق. لا بالعكس بالعكس. يعني انا يمكن شفنا فيديوهات، كلنا شفنا فيديوهات متداوله في تجارب في مثل هذه المركبات. هو يمكن شوي خوف ترى في البدايه انه ما في قائد وينه، ولكن كفكره، يعني في اشياء احنا دائما الاشياء الجديده لبنى دائما ما عندنا تخوف منها. ترى حتى الجوالات، تذكرين ايام جوالات الكاميرا كيف كانت يحسسونك ان الجوال الكاميرا جريمه، يعني مراقبة. عشان الجديد يعني عرفتي انه كل احد معاه كاميرا والى اخره، يعني في التقنيه وهذه الامور. لكن احنا في زمن لازم نتقبل التقنيه، ولازم تكون صدورنا رحبه ونكون ادرى، يعني وخصوصا اذا كانت تخدمنا زي كذا. شوفي، هو اكيد لا شك انه هي تقنيه اوريدي ترى موجوده وفي دول كثيره يمكن صح تستخدمها، وهي هتكون، هي ليست حديثه على العالم ولكن هتكون جديده عندنا ان احنا نراها ونستخدمها.